خلينا نحكي عن ميثودز اوف ستارتنج. هلا راح تلاحظوا الميثودز اوف ستارتنج بنركز بشكل رئيسي على سكوير كيج اندكشن موديل. اذا الميثودز اوف ستارتنج اول شيء بدنا نذكر حالنا بالسبيد تورك كيرف تبع سكوير كيج اندكشن موديل. السكوير كيج اندكشن موديل السبيد تورك كيرف تبعه بهذا الشكل، وطبعا في عليه فاريشن. هذه طبعا زي ما حكينا هاي سينكرونس سبيد، هون عندي سليب وهون عندي الريت التورك. اذا هذا الريت التورك، هذا السليب هون، ولو هذا الاكسس ممكن اعمل له اذا هاي هون سبيد ار بي ام، ممكن احوله لهيرتز طبعا، وممكن كمان اعمل له بلوتنج بالسليب. مزبوط. فلاحظوا السليب قديش هون عند النقطه هاي 0 هون 1. فلو عملت بلوتنج الاكسس هذا حطيته بالسليب راح يكون السليب عندي هون 1 وهون 0، وهون راح يكون رقم صغير جدا مثلا 0.035 هي 3.5 بالمئة. هلا بدي انا اعمل ستارتنج للمحرك، الهدف من الستارتنج اني اخفف من الستارتنج كرنت، لانه مشكله كبيره عندي بالستارتنج لما بعمل ستارتنج للمحرك. اول احد الطرق ستارتنج اللي هي ستريت فورورد، وممكن اعملها في المحركات الصغيره اللي هي دايركت اون لاين. طيب لازم يكون يعني ماكسيمم 5 هورس باور بالضبط. حجمه اقل حتى يعني اقله يعني المفروض حتى ما يكون اكثر من 1-2 كيلو وات، يعني عادة يفضل انه دايركت اون لاين. خلص انا بجيب كونتاكتر ومركب عليها المحرك. هلا عادة كقاعدة الدايركت اون لاين ستارتنج بعطيني تقريبا الستارتنج كرنت اي اس تقريبا بيساوي 7 اضعاف اي ريتد، بكون 7 اضعاف الكرنت طبعا عادي جدا. اذا كان محرك صغير ما في مشكلة، بس محركات كبيرة ما بقدر اعملها دايركت اون لاين ستارتنج. هاي احد اول الطرق اللي ممكن نعمل فيها ستارت. خلينا نطلع على الطرق الثانيه. شو الطرق اللي عند الدوائر؟ هلا احد الثاني مثلا الطريقه طبعا هي بدائيه او طرق مستعمله، بدنا نحط ريزيسترز اذا 1-2، بس طبعا هلا مش مستخدمه اني اغير الفولتج. ممكن نحط مجموعه ريزيسترز. بستخدم هاي بالسليب رينجز عشان التورك. انا هون حتى بحكي عن العادي حتى قبل السليب رينجز، بس بحكي عن الطريقه السكويرل كيج العادي اللي هو سكويرل كيج اندكشن موتور. هاي عندنا هون المحرك. هاي طبعا زي ما حكيت لك بدايه لا تستعمل الان، بس هي كفكره اني اغير الفولتج فاريبل فولتج. فممكن حاطين هون كونتاكتر لها 3 كونتاكتس من هون، وهي راح نسميها مثلا T1 كونتاكتر. بعدين راح يكون في عندي كونتاكتر ثانية هون هون هون، هاي T2، وهاي مثلا كونتاكتر T3. هلا هدول المقاومات شايفينهم انا ان سيريز مع المحرك، فلما بحط هون عندي R S T لما بشغل السيستم في البداية راح يكونوا كل هدول الكونتاكترز اوف، T1 اوف T2 اوف T3 اوف. فايش راح يصير عندي فولتج دروب على كل المقاومات هدول. طبعا هذا ان افيشنت السيستم وفي ستيبس يعني، فراح يبدا يشتغل عندي المحرك. هلا تذكروا انه سبيد تورك كيرف هذا التورك بيتغير بالتناسب مع ايش؟ مربع الفولتج. فسبيد تورك كيرف لما بنزل الفولتج راح يتغير السنكرون سبيد، ما راح تتغير لاني ما غيرت الفريكونسي، راح تتغير سبيد تورك كيرف بهذا الشكل. فراح ينزل التورك مناسب مع مربع الفولتج. فلو الفولتج مثلا كان نص التورك راح ينزل للربع وهكذا. هون الفولتج طبعا حسب قديش الفولتج بصير هون. هلا كيف راح اشغل هذا السيستم؟ راح احط اول شيء ثري فيس سبلاي على ار واس وتي. بعد ما يمشي شوي المحرك بعد ثانيه ثانيتين ايش بعمل؟ بشغل تي 1. لما بشغل تي 1 راح يسكر هذا ويسكر هذا ويسكر، لان هذول الثلاثه كلهم مشبوكين مع بعض. راح يلتغى هذا، راح يصير باي باس، راح يضلوا هذول الريزيسترز ان سيريز. وبعد كمان ثانيتين ثلاثة أو 4 ثواني ممكن تعملوا تايمر. كيف أنتم بالأوتوميشن بتعملوا تايمر؟ تايمد كونتاكتس، يعني بكون هدول كأنه عليهم زي تايمد كونتاكتس بس لهم تايمز مختلفة. بسكر هدول وبعد فترة برد بسكر هدول. طبعا هاي الطريقة ايش مشاكلها؟ في لها 3-4 مشاكل. شو مشكلتها الأساسية؟
فيها باور لوس لانه في انفشنسيز بهذا ستيب هذا مش كونتينوس هذا ستيب يعني بدي اشغل مره ومره ومره فاللي مثلا اذا كنا مصعده وش راح تحس انه في عندنا جير وجير وجير راح تحس في كل مره من المرات هذول كمان مكلف كمان الشيء الثاني طبعا مكلف الريزيسترز هذول حجمهم ضخم كبير وبعدين كمان لاحظوا بالفيربل فولتج بشكل عام ايش عم بيصير بالستارتنج تورك عم بينزل هاي مشكله كبيره طبعا يعني ممكن اذا هذا لودد السيستم ما يقدرش يقوم ما يقدر يشتغل لحد ما فهذه طلع مشكله نلاحظ التور الستارتنج تورك بدا ينزل لما غيرت انا الفولتج من هون مثلا هاي طريقه في طريقه ثانيه كمان اللي هي منتشره جدا ومستعمله اللي هي الستار دلتا او خلينا نحكي عن الاوتو ترانسفورمر الاوتو ترانسفورمر بتشبه هاي هلا الاوتو ترانسفورمر هو ترانسفورمر البرايمري والسكندري هم نفسهم بس بخبع فيه عليهم تابس يعني الاوتو ترانسفورمر شكله زي هيك راح يكون عندي ترانسفورمر هذا البرايمري وفي كور بس السكندري بكون طالع عندي هاي التيرمينال في تابس من هون هلا اللي بنعمله من هون بنفس الطريقه نفس فكره الفاريبل فولتج بس هون اللوسز اقل طبعا انا هون رسمته سنجل فيز بس هو بكون 3 فيز ترانسفورمر نفس الشيء هلا ناخذ من هون هيك هون بس هون طبعا راح يشتغل عندي راح يشتغل تي 1 بطفي تي 1 بيشتغل تي 2 بطفي تي 2 بيشتغل تي 3 وبطفي تي 3 بيشتغل تي 4 لاحظين هلا هذا هون هذا زي كانه ترانسفورمر برايمري وسكندري بس اسمه اوتو ترانسفورمر طالع منه تابس بيكون اطراف منهم هلا مين اقل فولتج راح يكون؟ تي 1 لما يشتغل تي 1 من هون بيعطيني اقل فولتج بعدين بطفي تي 1 بعد فتره وبشغل تي 2 شو بيصير بالفولتج؟ بيرتفع برد بطفي تي 2 وبشغل تي 3 بعدين بطفي تي 3 وبشغل تي 4 هذا هون تحسن شوي عن هذا بايش؟ بس اللوسز بس ستيب ليس ستيب فانكشن نفس الشيء والترانسفورم بده يكون حجمه كافي بحيث انه يشغل محرك اذا هدول السيستمز بشكل عام يعني قليل هذا ممكن استعمله بس بالشغلات اللي حجمها صغير بعدين عندنا هلا اللي شائع جدا منتشر كثير هو ستار دلتا ستار دلتا انه انا بشغل المحرك في البدايه على ستار وبعدين بحول المحرك نفسه ل دلتا خلينا نشوف الاختلاف شو بصير يعني المحرك هو لما شريته الريتنج تبعته محطوط على دلتا بس انا حتى اخفف الفولتج واخفف الكرنت بشغله اول شيء على ستار هلا شو العلاقه بالفولتج بين الحالتين هذول؟ ثلث بلا ثلث الفولتج الفولتج لا الفولتج واحد على جذر التلة مش هيك؟ في على في في 1 على في 2 فالتورك ايش راح يكون؟ واحد على واحد على فبصير عندي بالحالة هاي سبيد تورك كيرف بنزل لثلث القيمة صغيرة فالتورك راح ينزل هاي طبعا مشكلة كمان هلا وين هذا بينفع؟ بينفع في التطبيقات اللي عم بشغله اوف لود، ما فيش عليه لود، بس بشغله حتى اشغله امشيه، يعني عندي لو كونفير بيلت. كونفير بيلت بشغله بدون لود. هذا مناسب جدا هون، لانه انا ما بدي تورك كثير في البدايه، بشغل السيستم بحيث انه يشتغل ويوصل السرعه تبعته، بعدين ببدا بصير احط عليه الاشياء اللي بده يحملها يطلعها، مثلا هذا مناسب جدا بالحاله هاي. بس شو مشكلته؟ ايش بحتاج له؟ طبعا في جيرك كمان راح يصير فيه. في شوك راح تصير فيه لو بدي اشبكه بدي اشبكه بالطريقه التاليه بدنا نجيب ثلاث كويلز لازم طبعا السته كويلز تبع المحرك يكونوا طالعين السته اسلاك تبعت المحرك لازم يكونوا طالعين عندي هاي هون هلا اذا بدي اشغل في البدايه كستار بدي اجيب كونتاكتر اسمها اس راح احط كونتاكت منها هون الكل فاهم شو الكونتاكتر؟ ها في حد مش فاهم شو الكونتاكتر؟ اللي هو الثالث ما له ضروره بس بنحطه انا على اي حال هي اس راح اشغل وبعدين راح نشغل هذه نسميها مين او كومن هي ار هي اس هي تي اذا لما بدي اشغل ستار بشغل اس وبشغل ام بيشتغل هيك ستار مضبوط بعدين بدنا نجيب كونتاكتر ثاني اسمها دي والدي راح تشتغل بالشكل التالي هي هون كونتاكت
هو الكونتاكت. وفي كونتاكت ثالث راح يطلع من هون هيك يجي على هذا، وهذا راح اسميه دي دي دي. هلا شو راح نشغل؟ راح نشغل في الاول اس وام. لما بشغل اس وام هون راح يدخل عندي 3 فيز وراح تنشبك ستار بوينت، مزبوط؟ فراح يشتغل ستار. بعد حوالي 5 ثواني 3 ثواني 4 ثواني بقدر اعيره زي ما بدي. تطفي اس، طبعا ما بصيرش اشغلهم الاثنين مع بعض، راح يصير شورت سيركت، لازم تطفي اس وتشغل دي. ولذلك بنلاقي عندنا ميكانيكال انترلوك راح يكون ما بين الاس والدي والدي، لانه اذا اشتغل الاس والدي راح يعمل شورت سيركت. فبيكون عندنا شيء اسمه ميكانيكال انترلوك بين الكويلز تبعت اس ودي، بحيث انه اذا اس دخلت لجوا ومسكت بتطلع منها بن على انترلوك من هون. هذا ميكانيكال انترلوك بدخل بن في دي، بمنع الكويل تبعها انه يتحرك لحد ما يطفي اس، بسحب البن هذا بتقدر تشتغل دي، فبدوش يشتغلوا التنتين مع بعض. هذا اسمه ميكانيكال انترلوك. ممكن نعمل انترلوك على نفس ال كمان الكتريكال انترلوك، مش هيك قصدك؟ بالضبط. ممكن نعمل كمان الكتريكال انترلوك نوبل كلوز، فهذا بيكون اس وهذا بيكون دي، بس هذا ما بيكفي اذا كان شيء ميكانيكي اللي بحاول يطفشهم، لكن هذا بمنعهم كهربائيين يشتغلوا التنتين مع بعض. اما في مشكله، اما انها تشتغل مع اس ولا تشتغل مع دي، وما في حاجه اطفي ام. فانا اول ما بنشغل بنشغل ام وبنشغل اس، بعد 3 4 ثواني بكون المحرك بدا يتحرك وفيش عليه لود كثير لانه التورك تبعه ضعيف. التورك على فكره ستارت التورك تبعه 1 على 3 من ستارت التورك الاصلي، بعدين بطفي اس وبحول هذا دي. بهاي الحاله تقريبا الستارتنج كارنت بينزل ل 3.5 اي ريتد، بينزل لحوالي 3.5 اي ستارتنج، بينزل لحوالي 3.5. المره الجايه راح احكي عن الانواع الثانيه من الستارتنج.